والتحديات. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. أيها الحفل الكريم، متابعين الكرام في كل مكان، أحييكم في هذا اليوم الجميل، أحييكم في هذا اليوم المميز، أرحب بحضراتكم مع انطلاقة ثاني أشواطنا بالفترة المسائية، وهذا الشوط الذي خصص للجعدان. الإذاعة المسافة هي 6 كيلومترات. غادر الكاس الأول مع هذا الإعصار، غادر الكاس الأول مع بينونة وبرفقة الغربية وبشعار محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، ليبدأ هذا الصراع، ليبدأ هذا النزاع، لينطلق شوط حساس، لينطلق الشوط الرنان، لينطلق شوط الكاس، ليبدأ مع المراكز الأولى، البداية مع مقدمة الشوط والمركز الأول. مسلي ينطلق مع المركز الأول، يبدأ هذا الشوط مع الخبير، يبدأ هذا الشوط بتكتيك المحللين، يبدأ هذا الشوط مع شعار بن بيشان مع المركز الأول. محمد بن فهيد بن بيشان العجمي يتقدم مع المركز الأول. المركز الثاني في هذه اللحظات، المنطلق مع المركز الثاني شعار حمد بن محمد بن جهويل يتقدم مع المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث اللي قادم في هذه اللحظات ليتقدم هذا الإعصار، الإعصار في وسط الإعصار، يصل مع الغربي محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، يتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع في هذه اللحظات، وصل في هذه اللحظات وقدم مايهاب حمد بن عبيد بالزفنة مع المركز الثالث أم المركز الرابع في هذه اللحظات. نعم، يتواجد مايهاب مع المركز الرابع. المركز الخامس، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول، ما زال الغربي، الغربي مع المركز الأول، والله وراح الغربي، والله وراح الغربي مع المركز الأول. محمد بن زايد بن خلفان المنصور، ما شاء الله، ما شاء الله، ما زال هو المنتصر، ما زال هو المكتشف للألقاب، ما زال هو المسيطر على الألقاب ومع المركز الأول. بوزايد سيطر، بوزايد انطلق، افتتح الكيلومتر الأخير، افتتح الكيلومتر الخطير، وغادر الغربي، غادر الغربي بالجماهير، بالعشاق، بالمحبين، بالمتيمين، مع هذا الشعار مع المركز الأول. المركز الثاني مشغل سالم بن مسلم بن حمرور العامري، المركز الثالث نشوان سهيل بن سلطان بن رشيد الكتبي مع المركز الثالث، ورابعا شعار سيف بن مظفر العامري، وخامسا فيصل بن طالب بن شريم. ولكن متابعين الكرام، نعود إلى المركز الأول، إلى المركز الأول، إلى الذهب وإلى الكاس، الكاس الغالي، الكاس مع أبو زايد. حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة، خلاص خلاص يا أبو زايد يبي يرفع الكاس، يبي يرفع الكاس. كرر نفس السيناريو، نفس السيناريو يكرر أبو زايد، يكرر أبو زايد، وعساك دايم في زود، عساك دايم في زود. الكاس، الكاس، الكاس غربي، والهواء غربي، والإعصار غربي، أبو زايد ولد الغربية، إعصار الغربية، خذ الكاس، خذ الكاس اللي حير الناس، الكاس
الناس للمرة الثانية، للمرة الثانية وللمرة الرابعة، للمرة الرابعة لازم واحد يساعده برفع الكؤوس، الكؤوس التي اشتاقت لأبو زايد. تهانينا على هذا الفوز الجميل. المركز الثاني وصل ثانيا مشغل سالم بن مسلم بن حمرور. المركز الثالث نشوان سهيل بن سلطان بن رشيد. المركز الرابع وصل شاهين سعيد بن سلطان العرياني. خامسا وصل من يحمل الرقم 30 بشعار سيف بن مظفر بن محمد العامري مع شاهين. هكذا متابعين الكرام في كل مكان، الاعصار الغربي محمد بن زايد بن خلفان المنصوري الذي قدم لنا شعاره الذي اعتاد على الرموز كما فعل مع بينونه. ما شاء الله التوقيت يسجل التوقيت الافضل 9:26 وتسعة اجزاء من الثانية. سجلوا هذا التوقيت في داخل الكاس في ذكريات الكاس. تهانينا لك يا ابو زايد والسالفة القعدان يا بن حضير وياي. ما شاء الله بالتوقيت 3 ايام والقعدان هي التي تسجل التوقيت الافضل 9:36 جزء من الثانية. تهانينا لمالك مشغل سالم بن مسلم بن حمرور العامري على هذا الفوز. وثالثا 9:36 4 اجزاء من الثانية. تهانينا للفائز بالمركز الثالث ومن قدم نشوان سهيل بن سلطان بن رشيد الاكتبي. تهانينا والناموس.